أنا فيروس رير سعيد ما قصر وهو راجع من الخارج تعلقت بيده ووصلت بدين الحركات كنا يا الفيروس كورونا المستجد حتى لو أنا أصبت مريم نتيجة لاختلاطها مع مصابين لكن في النهاية أنا فيروس كورونا المستجد كلكم في كفة وأنا في كفة أنا لما أصبت ناصر الأطباء انصدموا لأن مصدر الإصابة بي كان غير معروف وفوق هذا ناصر ساهم في انتشاري استخدم الصراف الآلي وما اتبع الإجراءات الوقائية لأنه ما كان يعرف أنه مصاب واتجه إلى مركز التسوق واختلط بالآخرين وما التزم بالتباعد الجسدي وتسبب بعدوى كثير من الناس